السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بيم فيجن من البرامج القوية جدا في موضوع ان انا اتفرج على ملف اي اف سي، اقدر افتح ملف اي اف سي، اقدر اقول له فايل اوبن وافتح اي ملف امتداده اي اف سي او اي اف سي زيب او بي في اف او تي بي بي. طيب انا دلوقتي لما فتحت الملف دوت في بعض الحاجات مثلا عايز انا اخفيها، فبعمل سيلكت واشيلها من هنا بالشكل دوت. ممكن ادوس كنترول عشان اخدهم معايا كلهم مره واحده، شروه واحده كده ممكن تبقى ارخص بالشكل ده، وكذلك الاوتوكاد وهكذا. طيب بلاقي عندي ايه؟ بلاقي ان انا اقدر اشوف الشكل ده في 2D او في 3D، او اقول له انا عايزها من البوتوم من رايت وهكذا. تقدر تغير المكان اللي تبص منه البرسبكتيف بتاعك. ممكن اقول له انا عايز فلاي مود، او تبدا تعمل زوم، او تعمل روتيت بالشكل دوت. في عندي خاصية حلوة برضو ان انا اقدر اخلي كل دور لوحده، بس الشكل ده كده، فده بيبقى كويس جدا في موضوع البرزنتيشن. وزي ما انت شايف سهل جدا ان انت تفرق كل دور عن التاني. ممكن تغير في الاكس برضو بالشكل دوت لو انت حابب، وممكن تعمل ريسيت عشان ترجع للشكل الاولاني. عندي بلجن ستور بتدخل عليه بتحمل حاجات كتير قوي. انا مثلا دخلت هنا حملت مثلا كلاش ديتكشن، فبقدر اشوف الكلاشات، اقدر اقول له اعمل لي كلاشات بين المجموعه الاولانيه اول والمجموعه الثانيه. ممكن تشوف الاكتف او الاول او السيلكت وتقول له كالكوليت، فيبدا يجيب لي كل الكلاشات اللي موجوده في المشروع بالشكل دوت. تقدر تعمل زوم على الكلاش او على الاوبجكت لو انت حابب، وتقدر تصدر الملف دوت. من الحاجات اللطيفة ان انت تقدر تصدره كملف اي اف سي او بي سي اف. بي سي اف بتقدر ان انت تاخد الملف دوت وتفتحه على الريفت او اي نفس وركس او اي برنامج بيتعامل مع البي سي اف. هو مجرد بملف صغير بيروح عامل يعني زوم على اماكن اللي فيها الكلاشات. زائد عندي حاجات برضو خاصة بان انا اعمل كومنت، ممكن اقول له مثلا كل ما تلاقي حاجة غلط تقول له توبكس، وتروح ضايف للمكان اللي احنا فيه وتقول له ده مثلا في ايشو في ستيتس الايشو دي مثلا. طيب هل هي ايشو كومنت ريكويست سوليوشن الستيتس؟ هل هي مشكله جديده، مشكله لسه في ان بروجريس، مشكله اتقفلت خلاص، البريوريتي بتاعتها مين اللي هيحلها، مين اللي عامل المشكله ديت الستور، مين احنا في انهي ستيج وهكذا. فتقدر تحط كل المعلومات ويتصدرها للناس اللي شغاله معاك في المشروع. تقدر تعمل سيرش مثلا على اي عنصر انت عايزه. هنا بيقول له بقى انا عايز مثلا ممكن الجزء ده مثلا تقول له انا عايزه يبقى شفاف شويه، عايزه يظهر، عايزه يختفي وهكذا. عايز تديله كولر معينه، ممكن تقول له انا عايز اخفي اي حاجه unselect، اي حاجة unselect عايز اخليها شفافة او اخفيها خالص، عايز تركز على جزء معين وتخفي الباقي. هنا بقى بتقول له اظهر لي التايبس او اظهر لي الاستراكشر بتاعت المشروع او جروبس او layers او classifications بالشكل دوت. هو برنامج ممتاز، انت برنامج مجاني، الحاجات الفلوس اللي هي البلاجنز. تقدر تضيف ادوات بقى للقياس، تقدر تقيس مثلا فوليوم معين فروم سيلكشن، تعمل سيلكت مثلا على حاجه معينه وتقول له انا عايز اعرف الفوليوم بتاعتها، فيبدا يجيب لك الفوليوم زي ما انت شايف اهوت. عايز تعرف اريا بتاعت حاجه معينه يبدا يجيب لك الاريا بتاعتها. عايز تعرف اللينس، طبعا كل واحد فيهم جواها كذا حاجه، يعني تقدر تقول له مثلا حاجه كاستم، عندي كيرف حاجات بالشكل دوت، عندي مثلا عايز تقيس مثلا مقاس حاجة معينة بالشكل دوت. وممكن تقول له اجمعهم لي بحيث ان هو يجيب لك المجموعة بتاعتهم. ممكن بوينت ايج تختار نقطة وبقى يبدأ يجيب لك المسافات بتاعتها. عايز تشوف الانجل، عايز تحسب عدد معين مثلا، عايز تحسب كم عمود، فتعمل عليهم سيلكت ويجيب لك العدد بتاعهم كلهم مرة واحدة. مالتيبل سيلكت لو انت عامل سيلكت على اكتر من حاجة يبدأ يجيب لك الارقام بتاعتها. فدي حاجات مفيدة في موضوع الحصر. ولو دخلت في البلاجن هتلاقي حاجات كتيرة جدا تقدر تشوفها. هنا تشينج
بتشوف ايه التعديلات اللي حصلت في الملف. يعني ممكن يكون عندك ملفين، فهو يبدأ يجيب لك المقارنة ويجيب لك ايه الفرق بينهم. البلاجن طبعا بتدخل في الستور بتلاقي مجموعة ضخمة جدا من البلاجنز، فيها كتير قوي. زي مثلا الحاجة اللي انا كنت محتاجها ودورت عليها ولقيتها، ان انا عايز اعمل دمج لأكتر من اي اف سي في ملف واحد.